تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، افتتح المؤتمر العقاري الوطني الأول المقام بتنظيم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وبدعم من ديار المحرك بحضور أكثر من 500 من كبار الشخصيات والمدراء التنفيذيين والعاملين في القطاع العقاري والقطاعات الأخرى. ويأتي هذا المنتدى لتبادل الأفكار والخبرات ولمناقشة مستجدات القطاع العقاري في مملكة البحرين. وقد استعرض المتحدثون وضع القطاع العقاري الحالي بالإضافة إلى مناقشة الوجهة المستقبلية للقطاع العقاري وتعزيز مهارات الكوادر العقارية التي ترتكز على مناقشة المستجدات في هذا القطاع. كما تم استعراض أحدث الاتجاهات في المجال العقاري وجهود معهد BIBF بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري لبناء وتطوير الثروة البشرية لهذا القطاع. كما ضم المؤتمر حلقة نقاش عن توقعات القطاع العقاري في عام 2030 ووضع القطاع العقاري ما بعد جائحة كورونا، وأيضا حلقة نقاشية حول التحديات والفرص. واختتم المؤتمر بعرض موجز لأهمية التطوير العقاري في ظل الابتكار العقاري والاستدامة. لله الحمد، القطاع اليوم العقاري تم المناقشة في العديد من الأمور المتعلقة بنهضة هذا القطاع وتطوره والتشريعات المصاحبة له. احنا حقيقة كنا نسلط الضوء على كثير من التشريعات والقوانين اللي انصبت في لصالح المطورين أو المستثمرين في القطاع العقاري، وشاركنا مع الأخوان في نشر ما هو موجود من جديد في بالنسبة للقطاع العقاري، وسمعنا لآرائهم وآرائنا احنا في سواء بالقطاع العقاري نفسه. فلله الحمد هذا الشيء يشرف مملكة البحرين ما وصلت عليه من تقدم في مجال التشريعات والقوانين المصاحبة للقطاع العقاري.